هنايا هذه مقارنه حاسمه بين الكره المغربيه والكره الجزائريه. نشوفوا بالزربه اللقب نتاع جميع المنتخبات من غير المنتخب الوطني. المغرب عندها هذا الشيء كامل والجزائر عندها هذا الشيء، ما عرفتش ديالاش الله ما عرفتش. كاس افريقيا المغرب عندها واحد والجزائر عندها زوج. أسوأ ترتيب للمنتخب المغربي 95 عالميا، وأسوأ ترتيب للمنتخب الجزائري 103، وأفضل ترتيب للمنتخب المغربي 10 عالميا، والمنتخب الجزائري 15 عالميا. أكبر خسارة خسرها المغرب هي ضد المجر 6-0 في أكتوبر 1964-11، 6-0. وأكبر فوز ربحه المغرب هي 13 الهدف مقابل هدف واحد ضد السعودية في 1961 في 6 سبتمبر. والجزائر أكبر خسارة خسرت بتسعة مقابل زوج أهداف في 67 أغسطس في 16. وأكبر فوز فازت على اليمن، فازت على اليمن ب 15 مقابل هدف واحد في 73 في 17 أغسطس. عدد المرات المشاركة في كأس العالم المغرب في 70 وفي 86 وفي 94 وفي 98 وفي 2018 وفي 2022 6 ديال المرات، والجزائر 4 ديال المرات، 1982 في 86 في 2010 في 2014. أغلى لاعب حكيمي أكثر من 75 مليون أورو، واللاعب الجزائري 68 مليون أورو. عدد جوائز أفضل لاعب إفريقي 4 للمغرب و3 للجزائر. لاعبين توجوا بدوري أبطال أوروبا 4 للمغرب و3 للجزائر. لاعبين توجوا بالدوري الأوروبي 7 للمغرب و0 للجزائر. تتويجات الأندية بكأس دوري أبطال إفريقيا 7 للمغرب و5 للجزائر. تتويجات الأندية بكأس الاتحاد الإفريقي 7 للمغرب و1 للجزائر. تتويجات الأندية بكأس السوبر الإفريقي 4 للمغرب و1 للجزائر. افضل مركز في كاس العالم المغرب نصف النهائي والجزائر ثمن النهائي. افضل ملعب حاليا المغرب راه عاد كيصاوب ملاعب، يعني ما تقدرش تحصيهم، خصهم حتى يكملوا. والجزائر هذا الملعب صافي. خلينا نرجعوا للموضوع ديالنا ونشوفوا الفيديو ديالنا. الدراري غادي ندير طنجيه عم تشارو نجيب البرقه والصفار. واش هذا هبيل؟ هادي يدير طاجين بهامطارو بالهامستر اللي كنا كنتفرجوا له ملي كنا صغار. هامطارو كان نفس اللون ديال هذا، غادي يدير به طاجين. باش نديري العمليه. ها هو دار ولا بالنسنس غير حاجه اللي ما بانتش وصافي. شي نهار ياكل داك القرد، راه داوه له مسكين وما كره كلاه شي نهار. تخيل نفسك كنت بتشجع المغرب ومتحمس لتغيظ الذين كفروا، والذين كفروا طلعوا فرحانين زينا بالظبط. شوف والله الذين كفروا. ما له هذا، ما حامض الله يلا حامض. ديك اللحيه دايرها ما نعرف واش متدين ولا غير دايرها. السلام عليكم. اسمع خوتي، جبرت هاد السيد مسكين كيغرق وانا اعتقته جزائري. خوتي الجزائريين، انا مغربي، انا نحبكم في الله. واش هاد ولا اعتقتو من بعد زعما بغيت تقول لنا راني اعتقت جزائري؟ شو واش تقول لهم على المغاربه؟ واش تقول لهم على المغاربه؟ شدني مغربي يا ربكم. استغفر الله. هاي هادي مغربية عاوتاني، كلنا إيمان خليف، أنا وخويا على ولد عمي، وأنا ولد عمي على البراني، وهادي الهضرة. جبدت معاه بحبة، حتى الماما ما فهمت والو، ناضت تدهشر. قلت لهم هذا راجل. لا كون قلت لهم ايرون مان. يا اختي شاد داك البوكس هي، شاد داك شو فيها غايه هي، باينه باللي هذيك كي زادت ما لعبت لي زوايق ني ميديا ني كوردا، كانوا كيلبسوها الغوص قطعه. باينه باللي كتحقر الشاشه تاع الحومه تدي لهم الحلوه، وفي الكولي شد لهم اللوبجه تاعهم، كتعدنا بعدها في الحومه كي من هاكر. كنت كيشوفها ناكل صوالح قبل ما نهود نلعب. يا اختي البوكس يا عمو هذا شوف يجيب تحسب كدير راه تحت البوندا قطيك بديتي غير تاع نيس لي نوتيلا كيلوكس قطيك مصحاب العدس السلطه بالبطاطا وبيض بالطوماطيس. قال لك يديروا لها تيست، لقاو عندها تستوستيرون تاع مانيفري. هذه عندها مناعه تاع كروكودي ما عندها، ما تقضي معاهم. انت كنت تلعبي في البارك والجاردان هذه كتاكل في التراب. سافيني روحي مركي مع صحاب البالي لا دونس امريكا جوت ايدول. اي بون كوراج ايمان خليفي، كيحقني واحد معيط لك بالتوفيق ان شاء الله تدي الذهبيه و جيتام لا فيبل. جبدت معاه بحبه حتى الماما فهمت علاش. انا هذيك ايطاليا بلاصتها تمشي تريني السباحه ولا التنس وتبعد على البوكس. الحياه ليست للجميع يا صغيري. هادو فيديوهات
دوماج كنعيشوهم هكا كل مره كنشوفو بحال هكا كيكون شي دري الله يحسن العوان. شو هادي حنا مغاربه معاك اختي. شوف هذا هنايا قال لك لقطه اليوم الى الحدود المغربيه الجزائريه هي الحاجه واش هي الحاجه اللي خلاتو يبكي هكا. شوف راه يبكي هذا في المغرب ها هو يمسح الدموع ديالو كيبكي وهذه كتهضر مع شي واحد من هنا اللي كيصور فيهم. هادو كيكون عائلتهم ربما اختو ربما بنتو شي حاجه راها مزوجه في الجزائر او ربما خوه ولا ما نعرف. المهم شي واحد من لافامي ديالو المقربين ما قدرش يشوفو ها هو مريح هنايا ربما مده طويله ما شافوش عاد شافو هاد المره بيناتهم هاد المسافه الصغيره جزائريين زادو كحلوها بداك الكرياج او راه يبكي مسكين. هذا هل كان بالامكان هذا مغربي هو اللي اخترع واحد البيعه وشريا ما عرفتش شنو هي. المهم ديال الاخر ديال الباتريات لولا الاختراع ديالو ما كناش غادي نشوفوا التليفون الباتري ديالو كيشد لك نهار ولا ربما كنا غادي نشوفوا التليفونات وكل شيء كيخدموا بالبريزات لولا الاختراع ديالو كنا غادي ما كناش غادي نشوفوا الباتريات بتاتا. يعني التليفون غادي تولي تخدموا بالبريز البي سي بالبريز ما كانش حاجه كتسرع وهو مغربي زاد في المغرب وكبر في المغرب ولكن الاختراع ما كانش مغربي اختراع مشى واخترع في بلاصه اخرى. غادي نتفرجوا نشوف ان تساهم في اكتشاف بطاريات الليثيوم. الجواب لا قرب من مستحيل لان يعني خرجت في المغرب في 1972 في ذاك الوقت ما كان اي بحث علمي في المغرب حول بطاريات الليثيوم اذا الجواب هو لا. لماذا عالم صحيح. بقيمة رشيد اليزمي لا يعيش في المغرب لا يستقر في بلد عربي؟ عشت في المغرب وفي فرنسا في اليابان في أمريكا والآن في سنغافورة وكل مرة يعني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن أنا عندي الله. الله أكبر, الله أكبر. شكرا إيمان. إيمان الاتحاد الدولي ظلمني لكن أنا معايا الله. إيمان خليف فازت علوكا هامور المجرية قبل قليل ووصلت إلى نصف نهائي أولمبياد باريس. الاتحاد الدولي ظلمها واتهمها إنها متحولة جنسيا ومنظمي أولمبياد باريس نفوا هذا الشيء. إنجاز تاريخي لإيمان تقول الله معايا. اللي دائما يحط رجاء وأمل بالله ما يضيع يا إيمان ما يضيع. إنجاز تاريخي سبحانه اللي سبحانه اللي كيدير الرجاء ديالو في الله ربي ما كيخيبوش. وكل التوفيق ان شاء الله لايمان خليفي اللي يتلعب غدوه. ايمان خليف كيصحوا لي الناس في الكومنتات كيقولوا لي ايمان خليف غيتلعب غدوه ان شاء الله نهار الثلاث كل التوفيق ليها وان شاء الله بطلة الاولمبيات هي ايمان خليف.